معكم الأستاذ وحيد البوحميدي الأخ الشقيق ديال المرحوم دكتور مراد الصغير. السلام عليكم متابعينا الأعزاء، عودة مجددة بفيديو جديد، وهذا ثاني تصريح للأخ ديال الطبيب العسكري المرحوم مراد الصغير. وكيف ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل بأن بعض الناس يتخربق يتخربق هذاك السيدة توفى، وكيف ما غتسمعوا على اللسان ديال الأخ ديالو المحامي فيديو زعما مطرطق الإخوان، غير ما نكتبش عليكم طرطقوا لنا باللايكات وبلي بارتاج ومتعليقات اش بان لكم في هاد الهضره اللي قال هاد الاخ، الاخ ديال الطبيب مراد العسكري الاخ ديالو. هذا فيديو ثاني تصريح ليه مع قناه لو 360، تفرجوا معنا في هذا الفيديو واخا طويل شويه، ولكن بيشرح لكم بانه راه كاينين مشاكل اجتماعيه عائليه داكشي خاص بهم، ما غاديش يقدر الاخ ديالو غادي يبين شي حاجه وشي حاجه ما غاديش يقدر يبينها، فهمتوني الاخوان؟ يعني بلا ما نبقاو نركبوا على الموجه، بلا ما نبقاو نركبوا على الموجه، تفضلوا معنا شوفوا هذا الفيديو، تابعوا معنا، وكما قلت لكم ما تنساوش اللايكات والبارطاج باش يوصل لواحد العدد كبير من هاد. تابعوا معنا هذا ثاني تصريح، ونتمنى يكون هذا اخر تصريح اللي غنتحدث لكم على الوفاة ديال المرحوم. بعد قبل ما نطرق لهاد المسألة هادي، غادي نجاوب شي وحدين علقوا على التصريح الأول أنني بحال كنت مضطرب ولا مضطر ولا مضغوط عليا. هذيك الحالة اللي كنت فيها فعلا كنت مضطرب، أقول ماشي مضغوط عليا، لأنه جو سوي توجور سو لو شوك، لأن بيغدغ أن إتر شير اللي هو الأخ ديالي راه سي انسوبورتابل، ولو أنني قضاء الله وقدره الله يرحم المرحوم. بون غادي نرجع لك باختصار الظروف، نجيك للآخر وغنردك لواحد المرحله بعيده باش تفهموا مزيان. الظروف ديال الاخ ديالي في ايام الاخيره ديالو، كنت جدي الايام الاخيره ديالو، شهر قبل ما يتوفى، العلاقه ديالي معاه ولا مع الام ديالو اللي هي الام ديالي علاقه عاديه، كنتلاقاو كنتغداو مع بعضياتنا. مؤخرا هذا شي شهر تغدينا في هذا المطعم اللي اون فاس المحكمة السينا في العشاب، وشافوني بعض الزملاء اللي كيعرفوه محامو، وجاو سلموا عليه تو تي تي نورمال، راجل نورمال عايش عادي. من بعد يعني واحد ثلاثة أسابيع إلى كوبي لي كونتاكت. شنو هو الكوبي كونتاكت؟ حتى شي اتصال، كنعيطو له في التليفون والو، لي دو نيميرو اللي عندو ما الوالده كتعيط له اوكين ريبونس. تما اون بانيكي في السيد هذا. وهنا غادي نرجع لك المحطتين من الحياه ديالو اللي ما كيعرفهم حتى شي واحد. هو المحطه الاولى ما نعطيكش لاني اكزاكت، اون 2014 هكاك، كان مشى لي زيتازوني، كان باقي عارف مشى لي زيتازوني، الى باسي تما واحد 6 موا على اساس يكمل الدراسه ديالو في شي اختصاص، ومن بعد لسبب او لاخر ما قدرش يساير داك التواجد ديالو عقل باقي كنعقل، وغنعطيك باختصار ما نعطيكمش لي ديتاي. عيط ليا عبد الواحد انا باغي ندخل في حالي، باغي نرجع في حالي، ما انا شو اكو ما هذاكش ديك الاصدقاء ديالي طاطا كونتاكت في واحد لاجونس صيفطوا له البيي دو روتور اي لي رونتري عادي، اي لي رونتري. من بعد يا سيدي استقر في واحد عين حروده دقيق عاقل لي زونفيرون دو الرباط عين حروده، الى في لوي ان ابارتمون. من بعد عرفتي الى كوبي عاود الكونتاكت ديالنا. الله اكبر شنو واقع
هي هذيك. واحد الصباح شديت الوالده وشديت واحد الخالي الله يرحمه ومشينا حتى جي لوكاليزي فينا هي الدار ديالو داك الحين حيت لقينا وخينا كنتسناو في لونتخي داك لا ريزيدونس هو ايغنوري كوم كوا حنا جينا نقلبوا عليه فين هو مورا. علاش غنعاود لكم هادشي باش نعطيك الحاله هنا تما بدات الاضطرابات يا لو هو كشخص بعيد على هادشي اللي كتسمعوا هي هذيك عقل دادا حتى جا يمكن شي 3 ونص العشيه يلا غيدخل الطوموبيل وحنا انا والوالده وحبيبي الله يرحمه وحنا ندخل عليه ما دخلوا عليه دخلنا عليه إلي دون زان ايطا ما بقى حتى يشوف حتى شي واحد فرسينا عليه تاع فرسينا عليه بالهضره دخلنا عنده لابارتومون دخلنا عنده لابارتومون كون جو دي إلي ايتي دون زان ايطا متضطرب متضطرب سي ماشي حماق ها متضطرب اضطراب وهذا كان السبب ديالو مشاكل اجتماعيه اللي ما عندها علاقه بهادشي واللي غنحتفظها راسي مسائل عائليه ما عندها علاقه بهاد الخرجات ديالو ولا بالفيديو ولا بهادشي كل مسائل ديالنا عائليه ما غنهضرش عليها لان المهم ذاك الوقت انا وحبيبي الله يرحمه بقينا حتى سيطرنا على ذاك الحاله الاضطراب اللي كان فيها ويغوت ويزبل وهذا برد حتى ديك الساعه قلت لها شحال من مراد راه ما غنرجعش فحال ديالنا لطنجه حتى نعيط للكاميون يهز لك هاد الساعه ديالك وتمشي معنا لطنجه. الو المحطه الثانيه غادي نقول لك واحد ملي ساعات لا قل ميل دمي سيز اين سنه ديك جوايع عاودي لافي ان ابارتمون في المستقبل هنا قدام مرجان مستقبل داك اقامه المستقبل بون عاود دائما كنا كنخليو له واحد الاستقلاليه شنو الاستقلاليه يعيش حياته مي قريب منا تما عاود واحد الوقت عاود طاق كيس التليفونات اي والله ما كاينش انا واقع لك ابو شديت الوالد مشينا لعندو للدار دق يا دق ما دق ما دق امورا لا شنو فحالكم انا نجيبكم بوليس لا لا ما كيس كي راكونت هذا شنو واقع لي واعي عباد الله جي انسيستي ها كانت كندق قلت له والو دمور نجيب جيب البوليس انا خصني نعرفك شنو واقع لك امورا علاش انا والوالده عباد الله شنو واقع عاود بقينا تفتح فتح المرحوم مسكين الله يرحمه الله يسمح له عاد غيجي يضرب قلت له انا ضرابه مورا ضراب غير ضراب انا خصني غير شنو علاش شنو واقع عباد الله شنو عندنا هادي شنو عاود وقع عاود بقى تبردناه وخليناه لانه طنجه خليناه تما عاود الى غبري عاود السبب ديالو عائلي ما عنده علاقه لا بهذا قتلو ولا والو مره اللي غنحتفظ بها لان مشاكل عائليه ديال قال لي قلت لك اللي ما كنديوهاش فيها واللي هو كان كيديها فيها ويبقى فيه داك الشيء هادشي ما كيعرفو حتى واحد هادشي نخليه لان المسائل داخليه اجتماعيه خليها غنجيك الاخر الظروف ديالو بحال اللي قلت لك توت اليغ اموا توت ايتو نورمال كنتصلوا به كنمشيو لعندو لاو إلي تي لان كان مؤخرا عاود كراف قدام اش هاد السبيطار الجديد اللي فتحوا ديك اليونس دارنا ولا شي حاجه المهم كان عندو ان ابارتومون كنا كنمشيو لعندو قلت او الحمد لله دابا مزيان وكان عرفتي الله يرحمه مسكين كيجي واحد الوقت كيبين لك هو نورمال عادي وهذا ويدار ويقابل لي الوالده صافي طبيا انه ما مانجو لا سوفي دو بري دو لوان مي لوي اللي تي هذا صوب لها لي زوردونونس صافي بليزير انا فريمون بليزير لان كنشوف الوالده العنايه المهم غادي عاود مسائل داخليه ايوا سيدي واحد ثلاثه الاسابيع يعني ملي تغدينا هنا بقى شي اسبوع عاود طاق لا تليفون لا والو قول له
كاين عاود خرج عاود عمدها المره الثالثه مورال عاود شديت الوالده ديالي ومشينا لهاد هاد الاليونس دارنا اللي تما وهاني لا ديسبا شنو واقع ولا لا رجعنا لحنا وخذ الوالده عشات ليه خلينا حتى حتى يعيط خليه عطيه حتى يساعد صافي خصو 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 شي استقلاليه اللي كان عنده هو في راسو خليه لسلو لسلو خليه هذه الحلقه الاخريه كنظن ماشي كنظن انا كنجزم اي جو بيز مي مو جو بيز كنوزن هادشي اللي كنقول لك عاود جاتو شي حاله ها شي حاله اللي قطع معايا انا وقطع مع الوالد واش فريد عام 80 عام عاد قطع لي انا بون ندوز عليكم اي الوالده المهم حتى عيطت لي عيطت لي سميتو الاخ ديالو الصغير حليمه الصغير عيطت لي 30 نوفمبر il était je ne sais pas il était 9h ولا 9h30 كنت فين مراد سور عيطت هادي قالوا عبد الواحد شحال هادي ما شفتي مورا شحال هادي مورا ما شفتوش هادي شي ثلاثة الأسابيع أسابيع هادي دي شي كتشي تروا سومان ما كانش إلا كوبي لي كونت يا حادي ماشي اش كتسحب لي شنو شنو واقع اجي عندنا الدائرة الخامسة ها الدائرة الخامسة علاش كانت قدامها اختها كتبكي فهمت ما فهمت كي هكا يا كما شنو واقع شنو شدوه باقي عندي امل انني ولكن ملي سمع الدلب كي بديت كنفهم شويه هذيك اللي مشيت تما لا سويت بولا كنت لا سويت هي وقفت تما جلس الضابط قال لي لعبد الاشهر عمي قال لي لعبد الاشهر عاد فهمت بان المرء مات بينشر حاول يجي باش وقع لا سويتر كتعرفوها اش غنقول لك سيتي ان جودي لو 30 فاش غديرو عامله من الكنيسه ديال الله يرحم والديك والوكيل عليك لان كتجبدو الملف كديرو تما كان غرضي مشي ابن الطفل يجريو معايا وساعدوني الناس ديال العام كامل باش يعطيو لي ابن الطفل باش ندفنو في الدور الشبعه ونحطو في بلاصتو طبعا كحال الاخوات ديالو هذا من حقهم في الاول كان بغا يكون شي صداع دخلت بيتي كان صداع فهاد الساعه هادي ماشي واحد خليته قال لك اسيدي خصني نشرح له جوج واخا طلعنا لسوق القر لامورك اسيدي انا كنتسنى باش نهزو لديه وما خصو التشريح غمضت عيني قلت له واخا صافي دخل الطبيب المكلف داك لو ميديسان ليجيست الي رونتري الي ريستي واحد 20 مينوت ولا 25 مينوت خرج قال لك اسيدي موتى طبيعيه جيتي تري كونتون انا علاش هو اللي كان خصني نحطو في الخصو بون اكرامو الميت يدفنوه ثانيا ندير بلاصتو بركة عليه بركة ديتو بلاصتو فنا في العصر قولي باش نتبع في الطوب فنا في العصر فنا في العصر داك الليله ديالي انا اللي غنقول لكم السيده دا يعني الاخ ديالي الحاله ديالي والحاله ديال الاب ديالي راه الي كون تران دو سوبورتي لا سوبورتابل يعني مازال وانا بحال الرخاي لكن الوالدان كنحاول ما امكن انني عاود نجمعها و الى غادي يكون شي انا اللي كنطلب من الناس كاملين يدعيو معاه لان اللي يحس فيا انا هو واحد السيد لما ذكر لك السميه ديالو راه خرج عاود راه في اسبانيا وبدا كيضحك عليا شنو كيضحك عليا لان التصريح اللي عملت وهذاك التصريح راه تصريح سليم راه سليم داك التصحيح سليم دا كيقول انا وانا بهاد التلقائيه ديالي
كنت كنقول لهم إلي لا ويلي يعني راه هو يركضوا خليه يركضوا بسلام وبدا كيتغنى بها إلي لا ويلي لا لا ويلي انا هاد الشيء هذا عاودوه لي وسلام كنقول صافي مال ولكن هو حر يقول اللي بغى ولكن شوف من باب جميع الابواب جو سي كو 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 في لافان صافي همل عشان يهمل عندك عند مشي عاود يديروا دي زانتربريتاسيون ويقولوا شي تاويل اخر همل شنو يهمل صافي السيد لا بيردو الكونترول ها لا 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 صافي لا هاتف لا والو لان ما بقاش كي يعرف اشنو كيدير هذا السيد هذا ماشي احمق لا صافي امومو صافي مشى وديك مشى كنقول عباد الله لو كان غير تصافر ليا عرفتي غادي نصبر له ويبدا يهضر ويضربني كاع ونجمعو ونعيط لوالدي وجو غوفيغي سكو جي ديجا في الله يرحمو صافي مي الله يرحمو كنت دابا صافي هادي باش مشيت عند والدي دا واحد الطريقة باش وصلت انا الى سويت ديال لابونس. وكيف ما تبعتوا معنا متابعينا الاعزاء وخصوصا اللي وصل حتى للاخير ديال الفيديو جزاه الله خيرا باش يفهم التفاصيل ديال الوفاه ديال الطبيب العسكري مراد الصغير رحمه الله وباش تكثر الغا وباش ينقص داك الغا وينقص هذا الغراج كاملو ديال قتلوه حلو ليه تركوا ليه. المهم الاخر خرج بهذا التصريح هذا ثاني تصريح عنده مع قناه لو 360 والحمد لله كل شيء راه باين وراه الامور باقا في التحقيقات وباقي داك الشيء وباقي الناس راه كتقلب وهذه خصها اللي بيفهم واللي بيخدم عقله واللي بيطمر وياكل التمر ويمشي يجلس يتكمش اما اللي تيقلب على الحاجه ومنين جا راه غادي يلقاها. وبالنسبه لواحد الخبر اللي شفته قبيله وقريته في اسميتو بان هذيك الاخت اللي خرجت في اللايف هذيك اللي خرجت في اللايف جوك نعيمة جوك نعيمة جوك الله يطلق سراحة اليوم تمت هذا تم داروا الجلسة ديالها لتاريخ اخر في انتظار اش غتصدر المحكمة وكنتمنوا لها ان عقلها في راسها تعرف خلاصها هادشي اللي غادي نقول لها انايا عقلها في راسها تعرف خلاصها حيت هذيك السيدة انت كتقولي مريضة واش بيتي شي توابيت اش بيتي شي الله يهدينا ويهديك اخوان. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكون المعلومة وصلت ما تنسوناش بلي لايكات ديالكم اللي ما مشتركش اشتركوا وفعل داك الجرس باش كاع الجديد يتوصلوا ودعمونا دعمونا اخوكم هادي. السلام عليكم.